دكتور، لو اتكلمنا عن الأطفال المعرضين للأنيميا، هل في أطفال معرضين أكتر من غيرهم؟ طبعا الولاد اللي هم المولودين قبل الأوان، اللي هم نازلين وزنهم أقل من الطبيعي، دول معرضين أكتر للأنيميا. الأطفال اللي بيشربوا لبن بقري قبل سن السنة، يعني المفروض دايما اللبن البقري او لبن الماعز، الالبان اللي هي الحليب يعني، المفروض بعد السنه مش قبل السنه. قبل السنه هو الرضاعه الطبيعيه او اللبن الصناعي اللي هو مشابه للبن الام. انما اللبن البقري لو شربوه قبل السنه ممكن يتعرضوا للانيميا، لانه بيقلل امتصاص طبعا الحديد اللي في جسمهم، وبيأثر على امتصاص حاجات كتير جدا في جسمه. غلط جدا ان انت تشربي ابنك لبن قبل اللبن اللي هو الطبيعي، اللبن اللي احنا يعني بنشربه، اللبن العادي ما يتشربش قبل السنه. كمان الاطفال اللي بيرضعوا رضاعه طبيعيه وما اخدوش مكمل حديد زي ما قلنا من الشهر السادس او من الشهر الرابع، دول معرضين جامد جدا لحدوث الانيميا. عشان كده بنأكد ان انت من الشهر الرابع تبداي تدي لطفلك باشراف الطبيب بتاعه جرعه حديد. جرعه حديد انت دايما تتعودي يعني في السنه الاولى، لازم حتى مش شرط الولد يتعب عشان تتابعي مع طبيب الاطفال، المفروض يبقى فيه زياره دوريه يشوف وزنه، يشوف محتاج ايه، التشخيص بتاع الطبيب لما بيشوف الولد كده قدامه يعرف اذا كان عنده انيميا ما عندوش انيميا، عنده نقص كالسيوم عنده. انما في ستات تروح تجيب ادي الكالسيوم وخلاص، هو ممكن مش محتاج كالسيوم، تدي الكالسيوم ليه؟ لا، لازم الكالسيوم والحديد وفيتامين د باشراف الطبيب. حته الكالسيوم تدي كالسيوم ما تديش كالسيوم الطبيب اللي يقررها. انما الحديد كده كده معظم الاطباء بيدوا الحديد كجرعه وقائيه من الشهر الرابع، وفيتامين د ده اساسي عشان حتى يحمي ابنك مش من الهشاشه بس، بيحمي ابنك كمان من الاصابه بمرض السكر. كمان في الاطفال اللي هو من سن سنه لسن خمس سنين، لو شربوا اكتر من 710 ملي متر حليب، يعني لو كتروا من شرب الحليب قوي في السن اللي هو من سنه لخمسه، ممكن يتعرضوا برضو للانيميا عشان الحديد زي ما قلنا الالبان بتقلل امتصاص الحديد. يعني هنا الالبان مضره في السن ده، هو بعد مش السن ده مضره، يعني بتقلل امتصاص الحديد شويه. لا، من سن سنه لخمس سنين بالعقل، يعني نشرب مش بقى مش خمس كوبايات في اليوم. طب بعد السن ده، بعد سن الخمسه خلاص. انما احنا بنتكلم من سن سنه من سنه لخمس سنين، المفروض يشربوا حوالي 710 ملي يوميا. يعني 710 ملي دول يعني اقل من لتر بشويه، يعني كوبايتين لبن حلوين قوي. يعني كوبايتين لبن، الكوبايه 250 ملي، اما ياخد 500 كوبايتين لبن زي الفل، انما مش خمس كوبايات. فطبيعي هيأثر، يعني اكيد هيحصل. انما لو هو الطفل اصلا ولو كوبايه حلوه الاطفال ما بيشربوش لبن اصلا بالزبط. يعني هي واحده في اليوم بالكتير بالعافية. فهي لو شربوا واحده في اليوم ده زي الفل، يعني ده تمام قوي. الاطفال برضو اللي ما بيتناموا عندهم سوء تغذيه او ما بياكلوش لحوم والحاجات المفيده، وكل شغلهم على الحاجات اللي في اكياس دي او الشعريه والكلام ده، فاكيد الحاجات دي كلها بتاثر على الحديد. كمان الاطفال اللي تعرضوا لتسمم الرصاص، تسمم الرصاص ده بيتعرضوا ليه حتى من الالعاب بتاعتهم اللي بيبقى فيها رصاص، اللي هي بتبقى الالعاب اللي المصنعه في بير السلم زي ما بيقولوا. بيبقى في اطفال تتعرض لتسمم الرصاص، ده بيأثر برضو على الموضوع ده. على فكره الاطفال اللي عندهم سمنه بيتعرضوا للقصه دي برضو للانيميا. انت مش شرط ان الطفل يبقى نحيف عشان يبقى عنده انيميا، او نبقى سمين عشان ما يبقاش عنده انيميا. لا، ممكن السمنه دي ناتجه عن انه بياكل كربوهيدراتس كتير، انما ما بيهتمش باكل الحاجات صحيح. المفيده، اللحوم والحاجات البروتينات والحاجات اللي فيها فايده اكتر يعني. بس وبرضو المراهقات معرضين للأنيميا عشان فترة الحيض ودخول الحيض والكلام ده، برضو أكيد بيتعرضوا أكتر.